يا صباح الفل والياسمين يا حبايبي، يا صباح السعادة، يا صباح الخير للجميع، ويجعل الخير يا رب في كل بيت يا رب. النهاردة جات لنا زبدة من البلد، حاجة بقى ايه زي ما قال الكتاب كده، حاجة جميلة وبلدي بلدي بقى. الكور دي كلها متلجة، كانت في الفريزر، ولعت عليهم الحلة ووطيت قوي 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 لحد ما يفكوا مني. الزبدة كده فكت، حطيت حلة تاني وفوقيها مصفى، وحطيت الشاشة البيضة دي نصفيهم، ممكن يبقى فيهم اي شوائب، فاحنا كده ايه نضمن المساله. هنصفيهم بالراحه قوي كده، هي مش سخنه يعني، مش سخنه قوي. حاجتك في بيتك وتخزني بقى في شهر طوبه، حاجه جميله قوي، احلى تخزين، تخزين طوبه. هنصفيهم ايوه، انا كده لسه ما ولعتش على الحله لحد ما اخلص، احنا بس بنخاف يبقى فيها اي حاجه، فاحنا عشان نبقى ايه مطمنين المرته بتاعتنا تبقى نظيفه. ايوه دي للعرايس بقى اللي لسه متجوزه، بنوت عايزه تخش تفاجئ ماما وتسيح الزبده، الناس اللي على قدينا يعني. دول اخر حبه، همسك الشاشه اللي ما في ايدي كده هنصفيهم. ايوه كده هنصفيهم للاخر. بصوا بقى القماشة ما فيش اي حاجة، طلعت زي الفل، حاجة كويسة ونظيفة. يلا هنولع على الحلة بتاعتنا. انا كل ده ما كنتش مولعة لسه، ولعنا عليها كده تقريبا بقالي بتاع نص ساعة مولعة عليها، وكل شوية بخش اقلب فيها ما بسيبهاش، وبقلب اجيب من قاع الحلة، مش اقلب من فوق الوش وخلاص، لازم اجيب من قاع الحلة. كده الزبدة بتاعتنا خلاص قربت على وشك، ما اقدرش بقى كده اسيبها خالص، كده حطي كرسي في المطبخ وقعدي جنبيها عشان ما تضحكش عليكي، انت اللي تضحكي عليها بقى. ايوه هاتي من القاع كده وقلبي، هي كده خلاص قربت تستوي. لما اشوف المورتة اللي من فوق دي اتلونت، هيبقى اللي تحت ايه لونت زيها ويبقى استوت. دي اللي كده لسه شوية، ادينا مع بعضينا بنعلم العرايس الجداد. زي حالاتي ما كنتش بعرف اسيحها، كنت بسيب الموضوع ده لامي، دلوقتي خلاص بقيت اعتمد على نفسي واعمل كل حاجة. كده هي دخلت على سوا، حطيت لها معلقه صغيره ملح عشان لو عملنا بيها اي حاجه حلوه ما تبقاش ايه الملح باين فيها قوي، هي كفايه قوي كده. بنقلب برضو ما بنقدرش نسيبها خالص. كده الزبده بتاعتنا خلاص استوت، انا عايزه اشوف القعر بس اهوت. ايوه اللي فوق لون شويه، والمرتة الحبة الصغيرين اللي من تحت دول حاجة مش مخلوطة، حاجة زبدة صافي جاموسي مش مخلوطة اي حاجة، يعني كنت بجيبها من برة اللي فيه دهن واللي فيه بطاطس وحاجات يعني متعددة الاشكال يعني، لكن ديت زبدة زبدة. خلاص هي كده، خلاص كده احنا مشوارنا خلص معاها،
انا هشيلها من على النار، انا طفيت بس هشيلها عشان المرته ما تتحرقش مننا، وهسيبها لحد ما تهدى. السخونيه بتاعت الحله سويتها شويه، وده المطلوب اثباته من المرته، احنا عايزينها اللون دوت. وكده الزبده بتاعتنا استوت، هنعبيها بقى ببرطمانات صغيره، بخاف احطها ببرطمان كبير عشان يبقى على قد ايدي، لو مسكته في المطبخ ولا حاجه يبقى حاجه خفيفه على ايدينا. معلقتك مبلولة غصب عنك جه عليها مية، فتبقى الخسارة بسيطة في برطمان ايه صغير. هنعبي البرطمانات بتاعتنا، هي لسه دافية شوية، انا هعبيهم وحركنهم شوية لحد ما يبردوا. كده طلعوا الاربع برطمانات دولت، هي لسه دافية حركنها، ودي المرته بتاعتنا. الله على منظرها، الواحد عايز ياكلها كده. دي المرته بتاعتنا اللي طلعت نظيفه ومتصفيه وزي الفل، وحاجه جميله قوي. اللي عايز يعمل بيها بيضه مقليه ولا اي حاجه يعمل. انا عن نفسي هحط نصهم مثلا دلوقتي ايه في المش بتاعنا. المش ده كان عندي حبه مش قدام، عملت عليهم بقى خليته ماما خميره، وعملت عليهم بقى جبت كيلو لبن وغليته، ولحد ما برد حطيت معلقه شطه كبيره وحطيت معلقه ملح كبيره وحطيتهم في برطمان. جبت نص كيلو جبنه فلاحي وشطفته ورشيت عليه ملح، تبلته كل حته الجبنه تبلتها ملح، وحطيتهم في مصفى وسبتهم يومين لحد ما الميه اللي فيهم نشفت شويه او نشفت تقريبا خالص. رحت مسكتهم نشفتهم بمنديل جامد قوي، منديل مطبخ نشفتهم جامد، وبعدين حطيتهم في البرطمان. هنحط عليهم على قد ما البرطمان يشيلها، حط البرطمان صغير بس حلو، يعني احنا حاجة يعني كل فين وفين لما بنفتكرها، مش عايزين اكتر من كده. حاجة نظيفة وحاجة بيتي انت اللي عاملاها، وكل ما يكون عندك حاجة مثلا ترميها فيها حتة جبنة رومي ولا أي حاجة ارميها فيها. اتبقت منك حتة جبنة فلاحي ملحيها وسيبيها يومين في مصفى مثلا لحد ما تتصفى، ونشفيها بمنديل واسقطيها في المش. دي الكتلة لسه قاعدة عشان دي كانت قديمة، لكن أنا لسه البرطمان عاملاه من قريب. حلو كده، مش عايزة يتملي أكتر من كده. حطيت كيس بلاستيك وغطيته، مش بحب الغطا يتليط كده ويبقى منظرها مش حلو، لا كده انضف. وادي عندك المش يا ست البيت النظيفة، اهوت حاجة نظيفة، حاجة مش مكلفة. كل الحكاية كيلو لبن، واخدنا المرته بتاعتنا حطيناها عليه. ايه رأيك بقى؟ الزبدة بتاعتنا بردت، ايوه بجسها اهو. يلا نغطيهم. اللي عايزه تحطيه في المطبخ حطيه، واللي عايزه تحطيه في التلاجة حطيه، انت وراحتك. بس اضمن حاجه انا بحط مثلا اتنين في التلاجة، وبخلي مثلا الاتنين الصغيرين في المطبخ اشتغل بيهم. ودي بقيه المرته، هحطها بستريتش، هغطيها بستريتش واحطها في التلاجة. عايزه تقلي بيض تقلي، تحطيها على جبنه بقوطه جميله حلوه قوي، هتحيق ويبقى طعمها جميل جدا جدا. وبالف هنا وشفا يا حبايبي، وإلى اللقاء في فيديو قادم. باي باي.